ننتقل إلى مصطفى الشمري مراسلنا أو مراسل التغيير اللي هو حاليا متواجد قريب من الملعب أو داخل الملعب. مصطفى. نعم زميلي. نعم أهلا بك مصطفى. أنت وين متواجد حاليا؟ يعني أنا متواجد داخل يعني أسوار المدينة الرياضية، يعني نعم. خلف هي البوابات الخاصة بدخول الجماهير ودخول الصحفيين. يعني اضطررنا للابتعاد عن هذه البوابات لذلك ربما زحمة كبيرة جدا من قبل المشجعين والذين قدموا إلى تشجيع المنتخب العراقي، لكن لغاية الآن البوابات هي جميعها مغلقة وغلقت كافة البوابات، وأيضا ربما هذا سبب ارباك كبير من قبل القوات الامنيه، جماهير كبيره احتشدت يعني قرب البوابات المخصصه للمشجعين وحتى للبوابات المخصصه للوافدين وللصحفيين من البوابات المخصصه للدخول. بنتيجه اليوم هنالك تعامل يعني هل لا يزال هناك جماهير متواجده وتريد انه تدخل للملعب؟ يعني زميلتي نحن يعني تكلمنا ووصلنا رسائل الى الجمهور الذين لا يمتلكون بطاقات ان ينسحوا من ارضيه الملعب لكي لا يقسموا بارباك لدى القوات الامنيه. نعم هنالك بعض المشاهد من القوات الامنيه ربما اعتدت على الجماهير بالعصي، وهنالك الكثير من الجماهير قد تضررت تجاه ممارسه يعني اضطروا الى استخدام يعني القوه لتفريقهم وحتى يخلوهم ينسحبون. نعم القوات الامنيه اضطروا الى استخدام القوه لتفريق المشجعين. نتكلم عن نجاح البطولة نجحت بصورة كبيرة جدا في حفل الافتتاح وفي المباريات السابقة، لكن لا نريد أن نصل إلى مرحلة أنه نتكلم أنه أن تفشل البطولة بمجرد أنه حفل الافتتاح لا يقام أو المباراة النهائية لا تقام. لغاية الآن لا توجد أي أخبار بخصوص موضوع تأجيل المباراة لهذا اليوم. أصلا الاتحاد أكد حاليا أن الاتحاد أكد إقامة المباراة النهائية. زميلتي لكن للاسف بعض الصفحات والوكالات تداولت انه ممكن البطوله ان تنقل الى ارض محايده وربما تؤجل الى يوم الاحد. نعم كان هذا ربما هو مقترح في بادئ الامر، لكن خلاص الان اصبح الموضوع محسوم انه المباراه سوف تقام اليوم على ارض المدينه الرياضيه داخل الملعب، يعني الملعب يمتلئ بالكامل من المشجعين، لكن للاسف شديد هناك حالات كثيره جدا انه المشجعين قد توافدوا بصوره كبيره جدا حول الملعب، يعني لو الصوره قد تصل اليك كما تشاهدين يعني على اعلى الملعب هناك بعض المشجعين متواجدين نعم في نهايه الملعب. هذا ربما وهذا حاله سلبيه تنقل عن البطوله وحاله سلبيه تنقل عن كأس القيد. بنتيجة اليوم نحن نتمنى أن يفتح الحظر، نتمنى أن يقام الحظر وأن يلغى الحظر بالكامل. هناك صورة حضارية. نعم ولكن اليوم من خلال هكذا ربما نسميها عشوائيات في التعامل، يعني سوف لا نفكر مرة أخرى. وأيضا الأشقاء الخليجيين متواجدون، الصحفيين الخليجيين متواجدون، وحتى المشجعين الخليجيين متواجدون، ولكن جميعهم لم يدخلوا إلى أرضية الملعب بسبب غلق البوابات. الكثير من الصحفيين قد انسحبوا من أماكنهم المخصصة، وأيضا يعني وسط تدمر كبير، وسط انفعال كبير. المواطنين من الساعة 5 الفجر متواجدين في يعني على أسوار المدينة الرياضية، ولا يعني وأغلبهم لم يستطيعوا الدخول. هنالك زحام كبير من قبل المشجعين الذين لا يمتلكون بطاقات، زاحم المشجعين لديهم بطاقات من اليوم اصبحت عشوائيه كبيره جدا. من خلال نوهنا وتكلمنا. طيب ماذا عن ملعب الميناء حاليا؟ عندك معلومات تعرف انه نعم. ملعب الميناء حاليا امتلأ او لا؟ يعني زميلتي لغايه الان يعني بحسب مصادرنا انه ملعب الميناء حاليا الجماهير تتوافد حول ملعب الميناء، عفوا لملعب الميناء وتدخل الى ملعب الميناء، ونوعا ما انه يعني الملعب قد امتلأ بالكامل، لكن اليوم نوهنا عبر شاشة التغيير القضائية من الذي لا يمتلك بطاقة لا يجي الملعب ويزاحم هاي الجماهير. اليوم جماهير جاي من محافظات، من دول، من كافة المحافظات حاليا، يمكن حتى اللي عنده بطاقة ما راح يقدر يدخل لأنه البوابات تم إغلاقها. لا خلاص هو خلاص يعني زميلتي البوابات يتم اغلاقها بالكامل، وايضا رصدنا حالات يعني حالات بنسميها حالات تخريب من قبل الجماهير انه كسر البوابات الخاصه لدخول المشجعين. هذا الشيء ربما يعكس صوره سلبيه عن البصره وعن تنظيم بطوله كاس الخليج. نحن كنا نتمنى ان لا نصل الى هذه المرحله. صحيح نعم، لكن النتيجه اليوم نحن لا نستطيع ان نتكلم بكل السلبيات، لكن هناك سلبيات كبيره جدا يتحملها بالدرجه الاساسيه الاتحاد العراقي لكره القدم، ومن اعطى ذريعه يعني عدم
عدم ترتيب اوراقهم بالنتيجه اليوم الكثير من البطاقات المزوره هي اصبحت اليوم متداوله في بعض يعني ايادي المشجعين، عمليه اليه دخول المشجعين عن طريق الباركود لم تتحقق. بالنتيجه اليوم عندما نتحدث عن هذه السلبيات هي تساهم من اخفاق وتساهم من ربما يعني عرقله المباراة النهائية اليوم، لكن لغاية الآن لا نعلم الذي سوف يحصل بعد قليل. لكن نتمنى ونوجه رسالة ورسالة أخرى أنه يجب على الجماهير التي تتابع الآن أن التي لا تمتلك بطاقات ولا تمتلك تذاكر أن تغادر أرضية الملعب وتفسح المجال وحتى تصل البطولة ويصل النهائي إلى نهائي يوم يوم هواي حالات اختناق صارت يعني على أسوار الملعب يعني حالة وفاة اثنين على أسوار الملعب. بس حتى الآن حالات الوفاة لم يتم تأكيدها. يعني زميلتي لغايه الان كمصادر رسميه يعني اليوم عندما اتكلم عن مصادر رسميه فيها مصادر خاصه من يعني وزاره الصحه والمستشفيات الخاصه، ولكن بحسب ما رصدناه كصحفيين وتكلم مع شهود عيان لغايه الان يعني مواطنين اثنين قد لاقوا حقهم نتيجه التدافع فيما بينهم. بالنتيجه اليوم نحن ننتظر الاحصاءات الرسميه، لكن يعني للاسف كنا نتمنى انه الوضع يبقى هو بسلاسه. وايضا في المؤتمر الذي عقد يوم امس وزير الداخليه وتكلم حول اليه تقسيم القوات الامنيه وتقسيم البوابات لدخول المشجعين، ولكن عندما وصلنا يعني نحن اليوم انطلقنا من مقر اقامه المقر الاعلامي من الساعه 10 صباحا ولغايه الان يعني ما يقارب الساعه 3 قد وصلنا قبل ساعه الى الملعب الى ارضيه الملعب. نعم. بالنتيجه اليوم ربما هنالك اخفاق كبير في آلية دخول الجماهير، اخفاق كبير في آلية دخول حتى المنتخب الوطني العراقي وحتى المنتخب العماني. اليوم لو قدم المنتخبين كيف سوف هسه انا اشاهد خلفك ان هناك جماهير هذول يرجعون لو شنو؟ نعم زميلتي اليوم اغلب الجماهير حاليا بعد ما يعني طالت انتظارهم لساعات طويله من الصباح الباكر اضطرت انه ان تنسحب من ارضيه الملعب وتفسح المجال، لا ما ربما شيء جيد، لكن الجماهير التي حاليا تنسحب هي اعداد فعلا اعداد كبيره، ولكن عندما يعني قورنت بالاعداد المتواجده داخل ارضيه الملعب فاعداد هائله جدا، يعني مشاهد ربما تكون انت الصوره تصل لك صوره حيه وتشاهدين ما موجود في ارضيه الملعب، يعني للاسف اتكلم وتشاهدين انه الجماهير حاليا هي متواجده خارج المدرجات وواقفه ولا تمتلك على يعني مقاعد مفصلة. نتمنى من هذا مشجع عماني تقدر تسأله هسه أشوف مشجع عماني. نعم هسه أشوف الشباب راح يتكلمون وياه وراح يحكون وياه وراح نشوف كل التفاصيل. جميع الجماهير مستاء بصراحة على ما قدم وما تكلم. أحد المشجعين السلام عليكم، شلونك كابتن؟ كابتن شلون جاي تشوف الأجواء صراحه يعني؟ والله الاجواء كلامك احنا بتكون احسن من كذا لك. طيب في تزاحم جمهوري على الاستاد وهذا يكون يعني واجهتوا مشكله دخولكم دخلتوا لو ما دخلتوا؟ لسه ما شديدة كيف مدخل هذا الجماهير الغفيره لما توافد على الابواب؟ هو يمتلك تذكره او لا؟ دافع الجماهير تمتلك تذكره بطاقه؟ نعم تمتلك تذكره دخول الملعب؟ اي نعم. ساعة 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 ايش قد متواجد بالملعب؟ ثلاث ساعات متواجدين في الملعب. بس ما اتذكر يعني بتكون الصعوبة هذه، تكون الامور سهالات كنت فاكر اكو بعض الجماهير الخليجية انسحبت؟ نعم الحين اذا قررني يعني ما تم سلاسة جميع الجماهير العمانية. نعم ان شاء الله باذن الله. الحين اصلا امرنا الرابطة العمانية لا تكون ملعب بعد نصف ساعة؟ جلسنا نصف ساعة من بعد نفس القرار عشان نخرجني من الاستاد لاجل سلامتك.